بص الدنيا ربيع والجو بديع، قفل على كل المواضيع، قفل قفل قفل، وان شاء الله الدنيا ان شاء الله هتبقى معانا. شيف سلمى هي اللي حاطه المنيو وهي اللي حاطه كل الخطط، واحنا ماشيين على توجيهات ساعدتها، وهي اللي مدانا الحصانه وربنا يخليها لنا. ورب يا رب يا رب يعني، وربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا عملناها انا وهي، فربنا يستر. اتمنى خير.